طب احنا بقى عاملين لك مفاجأة، احنا نزلنا الشارع وسألنا الناس عنك. انا شخصيا لسه ما شفتش هم قالوا ايه، انا قلت اتفاجئ معاك. يلا تيجي نشوف؟ اتفضل. يلا نشوف الناس قالوا ايه على صبري فواز. الفنان صبري فواز معانا النهارده في مصر جديده، تحب تقول له ايه؟ الفنان صبري فواز طبعا فنان كبير وقدم حاجات كتيره كويسه وقدر يمثل شخصيات كتيره وقدر يجسد ادوار كتيره. بصراحه الفنان صبري فواز من الممثلين المميزين جدا وادواره مميزه، وانا شخصيا بحبه بصراحه. يعني بحب اقول له ان احنا بنحبك يا فنان، حضرتك لك اعمال كتيره بنحبها، بتمنى المزيد من النجاح في التمثيل. انت احسن فنان اتفرجت له على حاجات كتير، واتمنى دايما ان احنا نشوفه في ادوار زي اللي احنا شفناها قبل كده، وتكون دايما ناجح من نجاح لنجاح، وبتمنى لك كل خير. بحبه جدا، هو فنان حلو ومتميز في ادوار الشر، يعني انا بحب ادوار الشر بتاعته جدا. ايه اكتر دور بتحبه للفنان صبري فواز؟ دور عرابي في كلمني شكرا. هو دوره في فيلم دكان شحاته كان فيه دور مميز جدا وواقعي وحابينه، يعني الصراحه هو ممثل تحس ان هو قريب منك ومن اهلك. يعني في التمثيليه بتاعت المصراويه أدى دور جميل والناس عجب الناس كلها والناس راضية عنه، بس عايزينه المزيد، مزيد من الظهور ومزيد من الأدوار الجادة المفيدة. والله هو يعني طلع بقى في يعني المسلسل بتاع الاختيار وكان متقن بشخصية مرسي رمضان كريم، لأنه مسلسل محترم وكويس، هو يعني فنان يعني ذوقه كويس. المسلسل رحيم كان دوره عظيم جدا في المسلسل ده وعمل دور كبير جدا. ايه الدور اللي نفسك تشوف فيه الفنان صبري فواز؟ حاجات كوميديه اكتر من الدراما، بشوفه في الكوميدي احسن من الدراما. الفنان صبري فواز دور كوميديا على تراجيدي، على هو يعني تشكيله كده خاصه، يعني يجسد شخصيه زي الشخصيات اللي هي التاريخية. أنا نفسي أشوفه في رمضان كريم، يعني وفي جزء تالت في رمضان كريم، وهو مبدع في الكوميدي بتاعه وأنا بحب الكوميدي أنا عايز ألتقي مع الفنان تاني محمد هنيدي في فيلم كوميدي.